لو سقطت مصادرنا الاصليه اللي هي كتب السنه فهذا اعظم بألف درجه من ان تسقط اراضينا، فانت ترد بعقلك ما نقبل بعقله وده يرد بعقله وده ينكر بعقله يبقى الدين يبقى عوبة بين عقول البشر. مرحبا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من حلقات النقل ام العقل. وعنوان حلقتنا النهارده ابن حجر يتهم الله بالعبث. احنا شفنا في الحلقه اللي فاتت ان مذهب ابن حجر التاويل. باعترافه وبعدها قال والاولى في هذه الاشياء الكف عن التاويل مع اعتقاد التنزيه يعني يقصد التفويض والشيخ البراك قال ان طريقه التاويل والتفويض هو مذهب المعطلة من الجهميه والمعتزله وشفنا الشيخ صالح السندي اكد لينا كلام الشيخ البراك ووضح معنى التفويض في اللغه وفي الاصطلاح كمان وقال الفرق بين التاويل والتفويض واعطانا مثل الاستواء على العرش، النهارده بقى هنعرف ونتعرف على خطوره التفويض، مشكله التفويض انه طعن في مصداقيه القران وهنشوف مع بعض بعض المراجع اللي اتكلمت في ان التفويض بيطعن في القران، هنشوف ابن تيميه بيقول ان بيقول ايه عن التفويض في اول كتاب هنروح نقرا منه صحيح شرح العقيده الوسطيه يقول كده فتبين أن طريقة التفويض طريق خاطئ لأنه يتضمن ثلاثة مفاسد تجذيب القرآن تجهيل الرسول وإستطالة الفلاسفة وإن الذين قالوا إن طريقة السلف هي التفويض كذبوا على السلف يعني إيه؟ يعني طريقة التفويض طريق خاطئ بسبب إنه تجذيب للقرآن وتجهيل الرسول وإستطالة الفلاسفة معنى الكلام آه يعني نشر فكر الفلاسفة الوثنيين لو حد قال إن التفويض طريق السلف ده بيكون بيكذب على السلف وزي ما شفنا في الحلقة اللي فاتت ابن حجر قال إيه خلينا نعيد كلامه عشان نشوف إزاي بيكذب على السلف وقد تقدم النقل عن أهل العصر الثالث وهم فقهاء الأمصار كالثوري والأوزاعي ومالك والليس ومن عصرهم وكذا من أخذ عنهم من الأئمة فكيف لا يوثق يوثق بما اتفق عليه أهل القرون الثلاثة وهو بخير القرون بشهادة صاحب الشريعة وابن تيمية قال إن الذين قالوا إن طريقة السلف هي التفويض كسب على السلف وهنا بيقول لنا وقد تقدم النقل عن العصر الثالث قصد ابن حجر في نفس شرح الحديث وهنشرحها في الحلقة الجاية يعني ابن حجر بيكذب القرآن ويجهل الرسول ويقول يعني يقول كده إن الرسول جاهل ما يعرفش معنى القرآن وبرضه بيكذب على السلف ويقول إن هم متبعين طريقة التفويض والأسوأ الأسوأ من كل ده إنه يقول إن السلف اللي هم الصحابة يعني والتابعين بيكذبوا القرآن ويجهلوا الرسول لأن إحنا قلنا قبل كده إن التفويض هو تكذيب للقرآن وتجهيل الرسول وخلينا نشوف مع بعض الشيخ محمد الجامي بيشرح التفويض المذموم وقال إيه أما التفويض المذموم الذي معناه التعطيل أن يقول المفوض أنا لا أعلم معاني هذه النصوص لا أدري ما معنى استوى وما معنى نزل وما معنى جاء كل ذلك لا أعلم أي يتجاهل بدعوى الورع يريد أن يتورع ليس هذا هو الورع عدم تصديق الرب سبحانه وتعالى في أخباره وعدم تصديق رسوله عليه الصلاة والسلام في أخباره كيف يسمى ورعا وشفنا هنا الشيخ محمد الجامي قال, إن قال أما التفويض المزموم اللي, اللي معناه التعطيل أن يقول المفوض أنا لا أعلم معاني هذه النصوص لا أدري معنى استوى وما معنى نزل وما معنى جاء وإيه اللي يقول كده بيتجاهل طبعا المعنى وبيدعي الورع وده بيعتبر عدم تصديق لله في اخبار وعدم تصديق رسوله كمان عشان كده ابن تيميه حكم على كلام اهل التفويض بالالحاد في الكتاب اللي احنا هنقرا منه دلوقتي شرح الطحاويه بيقول اما مقاله التفويض فهي من شر مقالات اهل البدع والالحاد كما قال شيخ الاسلام رحمه الله وزي ما قلنا استطاله الفلاسفه زي ما هيشرحها شيخ الاسلام في الكتاب درء تعارض العقل والنقل بيقول ايه وبهذا احتج الملاحدة كابن سينا وغيره على مثبتي المعاد وقالوا القول في النصوص في نصوص المعاد كالقول في نصوص التشبيه والتجسيم وزعموا ان الرسول لم يبين ما, ما, الامر عليه في نفسه لا في العلم بالله تعالى ولا باليوم الاخر فكان الذي استطالوا بها على هؤلاء هو موافقتهم لهم على نفي الصفات إلا فلو آمنوا بالكتاب كله حق الإيمان لبطلت معارضتهم وضحضت حجتهم يعني الملاحدة زي ابن سينا وغيره لقيوا حجة يحتجوا بيها على أهل السنة اللي بيثبتوا المعاد واستخدموا نفس الطريقة اللي هي نفي الصفات عن طريق تأويل والتفويض علشان ينكروا المعاد والمعاد ده إيه؟ المعاد ده بيشمل البعث ويوم القيامة والجنه والنار وحتى عذاب القبر القول في المعاد مثل القول في التفويض فالنار مثلا مش على الحقيقه فنفوا المعاد زي ما نفوا الصفات على حقيقتها يعني حسب كلام شيخ الاسلام ابن تيميه يبقى ابن حجر ايه جهمي وملحد كمان وخلينا نشوف في البخاري كتاب التوحيد باب ما يذكر في الذات والنعوت واسامي الله الحافظ ابن حجر قال ايه يقول كده والصواب الامساك عن امثال هذه المباحث والتفويض الى الله في جميعها والاكتفاء بالايمان بكل ما اوجب الله في كتابه او على لسان نبيه اثباتا له او تنزيهه عنه على الاجمال وهنا الصواب عن الامساك عن الامساك عن مثل هذه المباحث والتفويض الى الله جميعها يعني ايه؟ خلينا نشوف الشيخ البراك هيرد على كلام ابن حجر وهيشرح المعنى معنى كلام ابن حجر وهنعرف من خلال شرحه ايه هي نتيجه التفويض. شيخ البراك بيقول كده مقصوده رحمه الله تعالى الامساك عن تاويل نصوص الصفات هو تفسيرها بما يخالف ظاهرها وهذا في حد ذاته سديد لانه ترك ترك للتاويل الباطل يعني الشيخ البراك بيقول الامساك عن تاويل نصوص القران سديد طيب هتقدم ايه مكان الامساك عن تاويل التاويل يوصل الشيخ البراك كلامه هيقول لنا كده. ولكن ولكنه في مقابل ذلك رجح التفويض وحقيقته الاعراض عن فهم النصوص والايمان بلفظها وتفويض علم معانيها الى الله تعالى يعني ابن حجر بيرجح التفويض وزي ما بيشرحه الشيخ البراك هو اعراض عن فهم النصوص يعني نقول ان القران ده مش مفهوم والرسول ما فهمش القران والصحابه كانوا مش عارفين حاجه بس نؤمن باللفظ فقط والله بيقول كلام محدش بيفهمه غيره يعني مثلا القران بيقول ايه وجاء ربك اللي بيفوض كلمه جاء يقول معنى جاء غير معروف عشان كده نفوض معناها لله يعني الله في القران بيكلمنا بكلام مش مفهوم وده كلام الملاحده اللي ذكره ابن تيميه قبل كده وقال وزعموا ان الرسول لم يبين ما الامر عليه في نفسه لا في العلم بالله تعالى ولا باليوم الاخر وبكده. ان نصوص الإسلام يعني معنى الكلام لم يبين المعنى وبكده الملاحده قاسوا نصوص المعاد اللي انا قلت عليها قبل كده على نصوص الصفات يعني ويكمل الشيخ البراك ويقول لنا ايه فالاثبات الذي يجب الايمان به عند المفاوضه هو اثبات الفاظ النصوص دون اثبات ما يدل عليه ظاهرها من الصفات يعني التفويض اثبات الالفاظ فقط اما دلالتها على الصفات فلا احد يعلمه غير الله او غير الله يعني الله يكلم الناس كلام ما حدش يعرف معناه غيره يبقى طيب كده ليه اصلا الله يرسل الرسل وينزل الكتب وده كده بيبقى اتهام صريح لله اتهام صريح لله بالعبث يعني ابن حجر اتهم الله انه بيقول كلام مش مفهوم ودي تهمه صريحه لله بالعبث والشيخ البراك بيقول نتيجه التفويض بل ينفون ما يدل عليه ظاهرها يعني نفي الصفه يعني نتيجة التفيض نفي للصفات برضو يعني الله بدون صفات وكده احنا بيكون عندنا اختيارين يا اما الله مش موجود يعني الله عدم وان الله, وإن الله مش متصف وان الله متصف كده بالنقص لان صفات الله اللي بين فيها ابن حجر هي صفات كمال لله ونفي الصفات ده مذهب الجهميه زي ما بيقول الشيخ البراق فيكون مراده بهذا القول ترجيح طريقة التفويض على طريقة التأويل وكلاهما باطل لأن مبنى هم على نفي حقائق هذه الصفات هو مذهب المعطلة من الجهمية والمعتزلة خليني أعمل ملخص لحلقة النهاردة شفنا النهاردة مشكلة التفويض أنه بيطعن في مصداقية القرآن وشفنا أن ابن حجر كذب على السلف وقال أن مذهبهم هو التفويض زي الثوري والاوزاعي ومالك وليس ومن عزره. وابن تيميه قال ان الذين قالوا ان طريقه السلف هي التفويض كسبه على السلف وان اللي بيقول بالتفويض هو في الحقيقه تجذيب القران وتجهيل الرسول واستطاله الفلاسفه ومحكوم عليه بالالحاد وشفنا الشيخ محمد الجامي قال ان التفويض المذموم اللي معناه التعطيل ان يقول المفوض انا لا اعلم معاني هذه النصوص لا ادري معنى استوى وما معنى نزل وما معنى جاء وده بيعتبر عدم تصديق لله في اخباره وعدم تصديق بالطبع رسوله وابن تيميه قال ان الملاحده زي ابن سينا وغيرهم لقي حجه يحتجوا بيها على اهل السنه اللي بيثبتوا المعاد واستخدموا نفس الطريقه اللي هي نفي الصفات عن طريق التاويل والتفويض علشان ينكروا المعاد فالنار مثلا مش على الحقيقه فنفوا المعاد زي ما نفوا الصفات على حقيقتها وشفت مدى إصرار ابن حجر على التفويض أو الإلحاد وابن حجر بيرجح طريقة التفويض على طريقة التأويل والاتنين باطل لأن الطريقتين بيؤدوا إلى نفي حقائق الصفات والنفي هو التعطيل يعني تعطيل الله عن صفات الكمال وده معناه إثبات صفات النقص لله وتابعوني الحلقة الجاية عشان نشوف علماء السلف اللي استنكروا التفويض والتقي بيكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت يكرد بعقلك ونقبل بعقله وإذا يكرد بعقله يبقى الدنيا أو العوبة بين عقله